السلام عليكم ورحمة الله. وزارة التربية تعلن إضافة مادة التربية الأخلاقية للصفوف الأولية الابتدائية والثانوية، وتركز على الجوانب القيمية والسلوكية للطلبة بالتوازي مع الجوانب العلمية، وهي مادة إثرائية غايتها التعريف بالقيم الأخلاقية العامة للتلميذ والطالب. المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد، هذا العام تدشين تربوي لتعليم القيم والفضائل والمبادئ العامة للمرحلتين الأولى من الابتدائي والثانوي، وهي خطوة أولية ستتبعها خطوات لاحقة بالتوسع نحو المراحل الأخرى بشكل تدريجي. طبعا وزارة التربية ضافت مادة جديدة، هي مادة التربية الأخلاقية للصفوف مثلا الابتدائية، الأول ابتدائي فقط، المتوسطة أول متوسط فقط، والثانوية الرابع إعدادي فقط. فمن كل مرحلة هي مرحلة الأولى، هاي تنضاف لهم مادة كتاب اسمه التربية الأخلاقية.